الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. شباب، هاي أرباحنا من قناة التليجرام. صديقي انضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات المدروسة بدقة. أخبار سريعة عن عملة لونا كلاسيك. اقتراح لتعديل نسبة الحرق من 1.2 إلى أقل من 1%، وطبعا تعديل كمية الحرق ممكن يجذب المستثمرين، لأن الضريبة الحالية سببت بانعدام بالنشاط بالسلسلة. طبعا جمهور لونا كلاسيك غير موافق على الاقتراح، رغم بأنه التصويت أبدى نتيجة إيجابية، لكن بمجرد إعلان التصويت سبب انهيار كبير. توقعات الشباب إذا ما نجحت مناطق 0.3026 كمناطق دعم قوية، ممكن نزور مناطق 22. لكن شباب أنا بتوقع يتم رفض الاقتراح ونشوف ارتفاع كبير بعملة اللونة. أفضل مناطق للدخول قريبة من مناطق 22. وهذا شباب كان كل شيء عنا أخبار بخص عملة اللونة كلاسيك. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، لا تنسى تفعل زر الجرس وتدعمني بالاشتراك لحتى يوصلك كل جديد، وتحية من القلب لكل متابعيني.